أول خطوة في الحملة هو الفيلم التحسيسي اللي درناه سميتو شوك المحنة، يبين الحياة ديال الطفل المتسول وكيفاش كيعيش وكيفاش كيكبر وشنو النهاية ديالو. يومين من بعد حطينا رسالة في داك لي بانو الكبار اللي في الشوارع، على 60 بانو في 9 المدن ديال المغرب، كنقولوا فيها الخير اللي دير فيه ما تعطيهش، وبلاصتو ماشي في الزنقة، ودايرين في التصويرة يد ديال طفل صغير ممدودة لواحد المرأة كتعطيه فلوس من الطونوبيل. الناس تصدموا بزاف، اللي بان لهم بلا كنمنعوا الصدقة تفاعلوا، وكان هذا الشيء استراتيجي من جهة الجمعية باش نحركوا الرأي العام. نجحنا الحمد لله، ومن بعد حطينا كخطوة ثالثة الفيديو ديالي اللي كنحط فيه الإحصائيات والأرقام اللي دلوا بها المندوبية السامية للتخطيط، منظمة اليونيسف، الإدارة العامة للأمن الوطني، وزارة التخطيط، وفسرنا بأننا ما غاديش نوصلوا لشي حل إلى المواطنين حنا بقينا كنعطيو. أكيد كنبغيو نعاونوا في سبيل الله، الحمد لله اللي المغاربة كيبغيو يصدقوا، غير هادوك الوليدات وصلوا لمئات الآلاف اللي كيتستغلوا واللي كيساليوا يا متشردين يا أباطرة ديال السعاية ملي كيبداو يكريو دراري أخرين، وماشي ما غنلوموهمش، ما علمناهم حتى حاجه اخرى. هاد الناس دابا باش نحدوا هاد الشيء وما يبقاش غادي مازال لقدام، مسؤوليتنا حنا المواطنين اننا ما نبقاش نعطيو الفلوس للدراري الصغار ولا للناس الكبار اللي جارين ولا هازين وليدات صغار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.